على وقع الاعتقالات الأخيرة التي شهدتها مدن سعودية عدة، تتواصل الاحتجاجات التضامنية مع المعتقلين في السجون. ففي مدينة القصيم خرج الأهالي إلى الشوارع للتنديد بحملة الاعتقالات التي ينتهجها النظام بحق المواطنين، مطالبين بمحاكمة وزير الداخلية محمد بن نايف في محاكم دولية كونه المسؤول المباشر عن هذا الملف. وأكد المحتجون مواصلة حراكهم الشعبي حتى تحقيق المطالب. فك الأسير. أما في مدينة بريدة مهد الاحتجاجات، نظمت النساء فيها اعتصاما تضامنيا مع المعتقلات والمعتقلين في السجون. ونحن أهالي المعتقلين نشجب وننكر ما يحصل داخل المعتقلات من انتهاكات تخالف الشرع والقانون، ونقول نحن أصحاب حق وسنظل نطالب بحرية أبنائنا وحقوقهم رغم التضييق الواضح علينا، وإننا نحذر وزارة الداخلية وعناصرها أن يسعوا في تدارك هذا الأمر قبل أن تنفجر القنبلة. وفي السياق نفسه، رفض المحلل السياسي السعودي عقل الباهلي وصف المعتقلين بذريعة التجسس بالمتورطين، وطلب السلطات بالتراجع عن ذلك والاعتذار لهم. وندد الباهلي بلصق وزارة الداخلية ووسائل الإعلام التابعة للعائلة الحاكمة هذه التهمة بالمعتقلين، وقال إنها إدانة مباشرة لهم قبل انتهاء التحقيق. واستنكر الباهلي عدم توفر الحق القانوني للمتهمين في توكيل محام للدفاع عن أنفسهم أو المساندة القانونية من قبل جمعيات حقوق الإنسان التي يجب أن تراقب المسار القانوني للقضية لضمان حماية حقوق المتهمين. وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر سعودية أن أحد أفراد العائلة الحاكمة فهد بن خالد آل سعود اختطف فتاة تحت تهديد السلاح واعتدى عليها. وقالت المصادر أن فهد بن خالد اختطف الفتاة إلى أحد الشاليهات في مدينة جدة الساحلية بالمنطقة الغربية متذرعة بأنه كان في حالة سكر. وأضافت المصادر أنه أطلق النار أيضا على أحد الحراس مادة إلى إصابته في كتفه، مشيرة إلى أن الشرطة عثرت على الفتاة محتجزة بالقوة داخل فيلا يمتلكها فهد. ولفتت المصادر إلى أن الشرطة احتجزت الفتاة بتهمة أخلاقية وأفرجت عن فهد.